تتواصل وتستمر مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم منافسات صباح هذا اليوم، حيث نشاهد في هذه الاثناء انطلاقه هذا الشوط الاول الرئيسي للثنايا القعدان لاصحاب السمو والشيوخ. انطلق هذا الشوط بمشاركه عنيد وسيار والطيار من هجل الشحانيه، ولد شاهين لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان، برق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، والطاير ايضا ومعري ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، لطام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، ام وفي وولوال ومشوش وناصي من هجن الشحانيه، عسيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، وبين ومنذر من هجن الشحانيه. 17 اسما استعرضناها مشاهدينا الاعزاء حاضره ومتواجده في هذا الشوط الاول الرئيسي الصباحي للثنايا القعدان. واذكر بان جائزه هذا الشوط هي تويوتا ستيشن جي اكس ار بانتظار الفائز بالمركز الاول. واذكر الساده المشاهدين بان المسافه كما تعلمون هي 8 كيلومترات. نتجه الى مقدمه الشوط بعد ان نهنئ مره اخرى ونبارك لاجل الرئاسه فوز الشايبه الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار. نتجه لنتعرف بعد قليل على بطل قادم من أبطال الثنايا القعدان في صباح هذا اليوم. مقدمة الشوط برق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انضم لسعيد بن راشد بن غدير من قدم الجارية وحلت وصيبة قبل قليل. المركز الثاني أم وفي من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، يتسلل الموفي ليختطف المركز الأول في هذه الأثناء. المركز الثاني هنا برق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي في التضمير. المركز الثالث يتقدم للطام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بخميس الغيلاني الزعيم في تضمير المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع يتقدم مشوش من هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فران في متابعة مشوش. ننتقل إلى المركز الخامس، سيار يتقدم خامسا في هذا النداء من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، قدم لنا جزلة في الشوط الأول التي قدمت مستوى وعرض خلال مشوار ومسار شوطنا الرئيسي الماضي. 7 الكيلومترات الأولى طوتها الطي واحتلت المركز الثالث. عموما العودة إلى التغيير، كيلوين انقضت من عمر هذا الشوط. وانطلق في هذه الأثناء للطام، يتسلل الطام إلى المركز الأول بشعار سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان وبقيادة الزعيم محفوظ بن خميس الغيلاني، حاضر في هذا الشوط ومتواجد حل وصيفا هذا الشعار في هذا المهرجان على الرموز. عموما المركز الثاني موفي من هجن الشحانية، انضم لمحمد بن خالد العطية يقدم موفي على المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق برق على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد بن راشد بن غدير في تضميره، متابعه المحنك في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الرابع، مشوش يتقدم من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران، ونقلة تالية إلى المركز الخامس. من يتقدم؟ سيار. سيار على المركز الخامس يتقدم تقدم ممتاز من أجل الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه المراكز الخمسة المتقدمة الأولى أعزائي المتابعين المسموح لها بالنداء والإذاعة، ولكن هناك أسماء خلف دائرة النداء، انتظروها في الوقت المناسب، انتظروها في الوقت المناسب. العودة إلى ضيفنا العزيز الضيف العاني من الإمارات للمشاركة، هذا هو ضيف الميدان للطام. أخذ ينفرد ويبتعد للطام بصدارة الشوط. يا سلام، للطام على المركز الأول بشعار سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان وبقيادة محفوظ بن خميس الغيلاني الزعيم، يتابع في التضمير في صباح يوم جميل في شوط رئيسي صباحي. انطلق للطام وانفرد بصدارة الشوط
وبالمتابعين وبالكادر الفوقاني على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان في يوم الثنايا في يوم الكبار مع أشواط الكبار ومسافة القدرة والتحمل وأيضا المسافة الطويلة ولكن ليست طويلة على الأصايل والسبق اللي تطويها طي السلام للطام للطام على المركز الأول والشعار سمو الشيخ ذياب بمحمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الغيلاني يتابعه في التضمير المركز الثاني المتقدم والمتحرك في هذه الأثناء هنا مشوش من أجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري يتابع في التضمير الشبل سيار يسير إلى المركز الثالث وانتقل بدوره إلى ثالث المراكز مع انتصاب مسافة الشوط تنتصف المسافة في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء 4 كيلومترات تشارف على الانقضاء وأربع أخرى نفتحها للمنافسة والمشاركة سيار على المركز الثالث هجن الشحانية تقدم سيار ويتابع العملاق سلطان بمحمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع هنا التقدم أول نداء يبين وبالفعل بين في هذه الأثناء في المركز الرابع من أجل الشحانية جابر بن سالم بن فاران في المتابعة والتضمير المركز الخامس موفي على المركز الخامس من أجل الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية هذه النتيجة وهذه المراكز المتقدمة الأولى العودة إلى الأطام على مقدمة الشوط لسمو الشيخ ذياب بمحمد بن زايد آل نهيان أذكر السادة المتابعين بأن جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة رصدت للفائز بالمركز الأول إضافة إلى التكريم للثلاث المراكز الأولى بمادة الزعفران طيب الرائحة جميل اللون سيارة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي اكس ار رصدت بالانتظار للمركز الأول وللفائز به عموما لطام على المركز الأول اسمه الشيخ ذياب بمحمد بن زايد آل نهيان 3 كيلومترات يقترب منها لطام ولكني أرى سيار وأرى أيضا هنا مشوش أخذت تهاجم وتنطلق على المركزين الثاني والثالث أخذت بالانطلاق هجن الشحانية مشوش مع جابر بن سالم بن فاران سيار مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يا سلام بدأت المنافسة بانطلاقة سيار أشعل سيار هذا الشوط كما أشعلت الشايبة شوطنا الماضي عموما انطلق السيار على المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني مشوش بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران يتقدم سيار إلى المركز الثاني بالشعار العنابي مع الأدعم على المركز الثاني المركز الأول للطام 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 على المركز الأول على مقدمة الشوط بالشعار هجن سمو الشيخ ذياب بمحمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ بن خميس الغيلاني المضمر الزعيم يتابع المركز الأول المركز الثاني سيار هجن الشحانية تقدم سيار على المركز الثاني ويقدمه العملاق سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث مشوش من أجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران ونشوف المركز الرابع ومن يتقدم نتأخر قليلا أو مخرجنا العزيز يعطيني المركز الرابع والخامس لنواصل نداءنا للمراكز المتقدمة الأولى شوف المتقدم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء على المركز الخامس يتقدم هنا موفي من أجل الشحانية على المركز الرابع بقيادة محمد بن خالد العطية المركز الخامس أول نداء لعنيد عنيد من أجل الشحانية يتقدم مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ويخطف المركز الرابع وواصل عنيد رافع راية التهديد مع المركز الرابع عموما وعلى كل حال عودتنا إلى مقدمة الشوط كيلو وين عن السويك كيلو وين عن مادة الزعفران كيلو وين عن التهاني عن الناموس ولطام على مقدمة الشوط
لطام على المركز الأول. يا سلام، لطام يحكم القبضة والسيطرة على مقدمة الشوط مع سمو مع هجن وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع المركز الأول. المضمر محفوظ بن خميس الغيلاني الزعيم يقدم لنا لطام في هذا الشوط. المركز الثاني سيار، هجن الشحانية تقدم سيار. المركز الثالث يتقدم مشوش، هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران، كيلو ونصف الكيلو مشوش أخذ يلاحق. المركز الرابع بعيد كل البعد، ولكن انحصرت منافسة الشوط ما بين مشوش وما بين لطام في هذه الأثناء. العنيد انطلق على المركز الرابع، العنيد انطلق على المركز الرابع مع هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن الكيلومتر الأخير اقترب كثيرا، اقترب الكيلومتر الأخير من المضمرين وبانت المنصة الرئيسية. بانت المنصة يا مضمرين، يا مضمرين، لطام الزعيم والشبل في منافسة حامية في الشوط الأول في الشوط الرئيسي للقعدان. الزعيم الشبل، شبل المضمرين، زعيم المضمرين. يا سلام، هجن الشحانية وشعار هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يتقدم مشوش مع هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران العنابي يزحف إلى المقدمة، ولكن هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عاد للطام، عاد للطام، للطام ومشوش، ومشوش وللطام. يا سلام، انطلق للطام، انطلق للطام إلى المركز الأول ليكمل مساره في صباح هذا اليوم، ليكمل مساره لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. انطلق وانفرد بصدارة هذا الشوط الرئيسي الصباحي للطام مع الصدارة، والصدارة مع للطام. طوت 8 كيلومترات طي بقيادة الغيلاني الزعيم، الزعيم اليوم متألق مع هذا الشعار هنا على أرضية ميدان التحدي. سلام يا لطام على هذا الفوز وعلى هذا التقدم وعلى هذا العرض الجميل. تهانينا والناموس لمالك لطام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتهاني للمضمر محفوظ بن خميس الغيلاني على هذا التقدم الممتاز وعلى هذا التضمير الجميل. تهانينا يا الزعيم، وتهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم. مشوش احتل المركز الثاني من اجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث وصل والوال من اجل الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، وعنيد احتل المركز الرابع ويصل في المركز الرابع من اجل الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس يصل بين من اجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة ايها الاعزاء ايها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الاولى في صباح هذا اليوم. اهنئ جميع الفائزين واهنئ مالك شايبة هجن الرياسة من فازت في صباح هذا اليوم، وايضا اهنئ مالك للطام سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان من خطف الشوط الاول للثنايا القعدان. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. ايها الاعزاء ايها الحفل الكريم، هذه نتيجتنا لهذا الشوط الرئيسي الصباحي. اهنئ جميع الفائزين، وكما نشاهد في هذا الملخص، ملخص الشوط الاول الرئيسي للثنايا القعدان، هذا هو لطام عندما اختطف هذا الشوط واهدى ناموسه لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان، والى المضمر محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني الزعيم من قدم لنا لطام في هذا الشوط الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم. إذن اذكر الساده المتابعين بان اشواط الفتره الصباحيه لهذا اليوم هي 16 شوطا، انقضت منها شوطين. الاشواط الرئيسيه الصباحيه شاهدناها، وهذا هو لطام عندما وصل إلى خط النهاية محققا المركز الأول وقاطعا المسافة في توقيت زمني 12 دقيقة 47 ثانية جزء واحد.
من الثانية تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل نهيان. التهاني لمحفوظ بن خميس الغيلاني الزعيم على هذا الفوز. المركز الثاني يصل فيه مشوش 12 دقيقة 50 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني لجابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث يتمي بالمراجل شيخنا يتمي. المركز الثالث وصل والوال 12 دقيقة 57 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس لمالك والوال هجن الشحانية والتهاني للمضمر محمد بن خالد العطية. أيها الأعزاء انقضت الشوطين الرئيسيين في الفترة الصباحية وتتواصل الأشواط. الشوط القادم هو الشوط الثالث من مجموعة أشواط الفترة الصباحية وهو الشوط الثاني للكار. وأحيل الكلمة إلى الزميل القادم من ميدان الوثبة سالم بن علي الحبسي مرحبا بي.